سيفيليزاسيون تاع الكراج هذيك تطوروا في السلام عليكم ورحمه الله. ازر فلاوي فريق شبه القبائل متاهل للدور النهائي لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم لكوب دو لاكاف. في الوقت اللي كان حتى واحد ما كان عطيه ادنى حظ قال خلاص طاحت بها جياسكا، وكانوا عده فرق جزائريه في المنافسات الافريقيه واخرتهم اللي بقاو ثلاثه مولوديه تاع الجزائر سيربي وجياسكا. مولوديه وسيربي راحوا في الدور الربع نهائي، بقات جياسكا. جياسكا راح تلعب لا فينال في 5 جويلية في 70,000 متفرج. لعبت الماتش الي مع فريق كامروني في بلادو، فريق كامروني لعب قدام الجمهور ديالو مادام انه يصرحوا الفيدرالية الافريقية لكرة القدم كما دارت اليوفا الاتحادية الاوروبيه لكره القدم بالنسبه لكاس اوروبا. الناس دخلوا للاستاد على حساب المقاييس اللي موجوده في الاستاد، يلعبوا قدام الجمهور تاعهم، خلينا يلعبوا قدام الجمهور. جياسكا باش تلعب الماتش روتور، لي فوايو اللي يحكموا في البلاد واللي عندهم عقده من منطقه القبائل ومن الشعب الجزائري عامه وما يقدرش يكون في اتصال مع الشعب الجزائري، هاد لي فوايو هادو قرروا انه شريط القبائل تلعب بدون جمهور عقوبه، واش داهم يوصلوا لا فينال عقوبه. واش اللي يبين باللي هذا شيء مقصود منع جياسكا باش تلعب قدام جمهورها مقصود من طرف العصابه، عصابه ولاد الحرام الحاكمه. اولا ستاد 5 جويلية في 70,000 متفرج، كي دخل تحط فيه 5,000 10 مترات بين كل واحد. الاولى تلت تجمعات اللي دارهم بن قرنينا هذاك في القاعه البيضاويه ملاصقين هذا في هذا، ما قلتوش كوفيد، ما قلتوش كوفيد، ما قلتوش كورونا ياك. تجمعات سياسيه الاخر الناس يخرجوا راهم يدوروا في لاصابلات يدوروا في الاخر ويحوسوا في القهاوي في لا، ما قلتوش كوفيد. كي جات في استاد قد بالحملاوي 70,000 متفرج، كي تحط كل 5,000 اسيدي ديروا لهم 2,500 على الاقل يسمعوا تشجيعات الجمهور ديالهم. لا ما كانش يعني عند بالكم هكذا جياسكا فيها في اون ديبلاسمون تربح اون ديبلاسمون ربحات، واش عند بالكم يعني تجو مع فريق اجنبي باش تشجعوه باش يغلب جياسكا؟ ما تحشموش. على بالي تاهل جياسكا جاك الشوكة في حلق عصابة ولاد الحرام والممثل تاعهم هذاك المخنث اللي هو يشغل منصب وزير الشباب والرياضه خالدي سيد علي خالدي، لا ما دارش ما وجهش رساله تاع تهنئه لجياسكا كي تاهلت للدور النهائي، ما بعثش برساله، الرساله ما بعثهاش، وكأنه ماهوش فريق جزائري اللي تأهل للنهائي واللي راح يجيب لقب سابع افريقيا بالنسبة لجياسكا. دات سيكوب دو لاكاف على الحد السابع، ما كانش فريق في افريقيا عنده القاب قد جياسكا في لاكاف، لقب لاكاف. دونك صابو راهي خسرت، هما لانهم يلزمهم لما يكون فيه فوز في كرة القدم يستغلوه ليهم، الى ما كانش
هكذا باش ينوموا به الغاشي. ولكن المشكل انه الجياسه كي تربح ما تنومش الغاشي، تنوض الغاشي. وهذا الصعاليك هذا اللي فوايو اللي في السلطه ولاد الحرام هذو على بالهم انه كان يدخلوا للستاد، باسكو لازم يجوا فينال، راح يجوا ممثلين تاع الكونفدراليه لكره القدم، يعني الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم راح يجوا، لازم يجوا يحضروا، راح يسمعوا وسخ ودنيهم، يسمعوا وسخ ودنيهم من الانصار، يروحوا وليو يستنجدوا بكورونا، يا كورونا سلكينا هكذا ما يدخلش الجمهور، ما يشوفناش وما نشوفوش وما يسبوناش وما نسمعوش منهم ما لا نرضاه. على كل حال ماشي كي تاخذوا قرار انو جي اس كا تلعب بدون جمهور اللي راح تكونوا مرتاحين، لانه الشعب قادر يزيد يخرج يضيف النار الماتش وتسمعوا ما لا يرضيكم ويديروا لكم يوم تاع حراك. علاش راح تقنعهم تقول لهم ما يلزمش تديفلو تفرحوا بالفوز؟ الو سا سرا ان اوتر حراك. ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام، وربي يعجل برحيل عصابة ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحابي حر، في جامع حر، صحابي حر.